السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا معصية قد تدور ويلات على الأمة.
عليه الصلاة والسلام على المنبر
فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أي أهدى إليه؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على أمره. لذلك قال الخطاب: الهدايا التي تعطى للعمال ليست هدايا ولا سبيلها سبيل هدايا المباحة، وإنما هي من باب الرشوة، لأن الناس أطلقوا على الرشوة مسميات جديدة وألفاظ يتحيرون فيها على معنى الرشوة، لكنها في الحقيقة رشوة. أحيانا يسمونها إكرامية، وأحيانا يسمونها حلوان، وأحيانا يسمونها عطية، وغير ذلك من هذه المسميات التي تصب في معنى الرشوة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يؤكد دلالة القاضي على أن هذا العام أيا كان إذا قرأ هذه الأدلة في موقعه فإنها ليست إلا بالهدايا المباحة على ما قاله الإمام الخطاب، وإنما هي رشوة ليزين له أمره، ليسهل له عظيمه، ليحرم حقا لغيره. لذلك هي رشوة، فانتبهوا أيها الجماعة، إن مما يؤسف له أيها الجماعة محمد أن الرشوة في بعض البلدان أصبحت بابا مفتوحا على مصلحته، لا يكاد شخص ينجز عمله هو من صميم عمله، لا ينجزه إلا لجهل أو واسطة أو دفع مال رشوة لينجز هذا العمل الذي هو من حقه. لذلك ليتقي الله تبارك وتعالى كل منكم. كثرت أسئلة الناس أيها الإخوة، والإلحاح على المسلمين، على التحايل عليه، رغم أن بلادنا أيها الكرام بلاد المبارك إن شاء الله تعالى لله الحمد والمنة وضعت أنظمة صارمة وعقوبات شديدة، إلا أن هناك من ضعاف النفوس من يتحاملون بها على أشكال مختلفة ويتحايلون على أخذها من الناس. لكن هذه الرشوة أيها الكرام لها أشكال وأصناف، أحيانا قد تكون بالمال، وأحيانا قد تكون بالهدايا العينية، وأحيانا قد تكون بالدعوة إلى ولائه، وما دعي إلى الوليمة إلا ليسهل هذا اللقاء أو غيره. لذلك ينتبه كل من أقعده الله في منزلة العمل، ولينتبه لذلك. لذلك الرشوة لها آثار خطيرة أيها الجماعة والمجتمع، من هذه الآثار العجاب أن من يتعامل بالرشوة يقف عنده وزر الإيمان، تخف عنده مراقبة الواحد للأحد سبحانه وتعالى، فيستهين بهذه المعصية، يستهين بهذا الإجرام، يعتبر أن هذا من حقه أن يحصل عليه، ولذلك تضعف رقابة الله في نفسه ويستهين بهذه العقوبة. والله تعالى يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله حكيم. منها أيضا الذي يتعامل بهذا يسعى إلى تدبير نفسه
على خروج المجتمع منها ليكون مجتمعا مثالا يحتذى به بين الامم. من يتعرض لذلك هو يسعى الى نشر امراض القلوب، الحسد، الضغينه، الغل، البغضاء، غير ذلك من هذه القلوب. طب ما هي سبل مكافحه الرشوه والقلوب؟ للرشوه سبلا لمكافحتها لا بد ان نفعل وان نعتني منها. لا بد ان نتذكر ان الله سبحانه وتعالى رقيب على اعماله، يرانا السر والعدل، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. نراقب الله تبارك وتعالى ولا نقبل بما ليس من حقه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام بين ان المرء المسلم سيسال عند الله تبارك وتعالى عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. لذلك الواجب علينا ايها الكرام جميعا ان نتعاون على قطع دابر هذا الماء الخطير واجتنابه بمناصحه من حصل منه ذلك. فان لم ينتصح فالاصل فينا ان نبلغ الاجهزه الفضائيه عنده. اذا فعلنا ذلك فاننا نقول قد حققنا معنى ان نعبد الله اننا نرى. إذا لم نكن نرى فإن الله يرى. لا نفعل ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى، ولذلك نحن بذلك نستجيب لدعوة الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحيط بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. السلام على عباده الذين اصطفى. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ايها الكرام الاكارم، نبهني احد الاخوان في لجنه المسجد ان اهل المسجد او القائمين عليه لديهم مشروع ترميم السور الخارجي للمسجد، لذلك هم يهيئون لكم التبرع لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لكم بهذا العمل الجسيم الجليل اجرا عظيما يوم تلقونه، ولعلنا ندخل ضمن نشاط النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك، حيث قال: اللهم اعط منفقا خلق. واعلموا عباد الله ان الله صلى على نبيكم حيث قال تبارك من كتاب العزيز: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اصلح نصر الدين واقتل من خان للمسلمين. اللهم من اراد بهذا الدين خيرا فوفقه له بخير، ومن اراد به غير ذلك فهو اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في امانك وضمانك ورسالك. اللهم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا
واخر الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.